نكست، ابتدينا نتكلم المحاضرة اللي فاتت على resource management part 1 اللي فيها اتكلمنا على ايه يعني ايه resource وايه انواع resources وresources ازاي بتتقسم into consumable resources و non-consumable resources. resources بيتم استهلاكها و resources لا يتم استهلاكها، وبالتالي they are shared between the activities. وقلنا non-consumable resources هي resources عشان هي shared between activities كتير، فبالتالي محتاجة ايه management resource management in depth، فبالتالي that's what we're gonna focus on. قلنا ان resources برضو ممكن تتقسم او تبقى classified into key or constrained resources و secondary or non-constrained resources و general resources، وقلنا ايه الفرق ما بينهم وانواع ال resources دي. وقلنا ان الكي او الكونسترينت ريسورسز هو اللي بيبقى عادة governing. ليه؟ لان هو بيبقى غالي، لان هو بيبقاش موجود بوفرة، لان هو بيبقى scarce، فبالتالي ده ايه ال kind of resource اللي بيبقى عادة governing، فاحنا we want to make a attention on this. لو حد عنده اي سؤال يرفع ايده على طول. طيب تمام. وبعديها اتكلمنا على ايه يعني ايه بقى resource management وليه بعمل resource management، وبالذات عندنا في الاندستري في الكونستراكشن اندستري قد ايه resources مش موجوده بوفره، وقد ايه مهم ان انا اخلص المشاريع within time، وقد ايه المشاريع بتبقى عاده short project duration بتاعهم very short صغيره، فبالتالي انا ببقى عايزه ان انا to make the maximum use بتاع الريسورسز بتاعتي، والا انا هضطر ان انا اخر المشروع بتاعي. واللي احنا عملناه كنا so far هو ان احنا عملنا scheduling، والscheduling ده ادينا له بقى اسم جديد وكان ايه duration driven scheduling، لانه كان scheduling based on a duration بس، ما بصيتش خالص على الريسورسز، اهملت الريسورسز وتعاملت ان الريسورسز متوفره whenever needed، لما احتاج resources دايما هتبقى متوفرة. الحاجة الوحيدة اللي راعيتها هي ايه هي الactivities durations بتاعتها والعلاقات ما بينها وبس، وهي دي الحاجات اللي احنا عملناها في الـ critical path method technique. طب عشان نبتدي نعمل resource management كان لازم نفهم ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني اساسا في الـ resources، زي مثلا الـ availability، ان انا ابقى محتاجة resources اكتر من الليمت او الavailable resources عندي، وساعتها ده بيبقى عندي مشكلة كبيرة قوي ان انا احقق resources اللي محتاجاها، فبالتالي انا ما عنديش اي options غير ان انا احاول احرك الactivities باي طريقة عشان ابقى within الليمت عشان اقدر انفذ المشروع ده. وعادة مشكلة الavailability بينتج عنها extension of time. يس بنحاول نقلل extension of time على قد ما نقدر، ساعات بنعرف نشيله بس عادة extension of time بيبقى موجود. المشكلة الثانية هي مشكلة fluctuation، وهي ان resource profile بتاعي يبقى طالع نازل، يبقى فيه high resource fluctuation بنسميها، حتى ولو ان resource limit بتاعي كده كده انا مش معديه، فمعنى كده ان ممكن اعمل المشروع within specified time بتاعه وعندي resources كفاية ان انا اعمله، فما عنديش اي مشكلة، بس still فكرة ان هو fluctuating، فكرة ان هو طالع نازل، ده عامل لي مشكلة. ومشكلة هي ان the work environment مش كويس، وانا هبقى عايزة اعمل ايه؟ هبقى عايزة اخليه as flat as possible مع مراعاة ان انا اخلص برضو on time. وزي ما قلنا الهيستوغرام اللي فوق ده في ايه؟ في high resource fluctuation او بنسميها high hiring and firing، وال histogram اللي تحت ده في less hiring and firing، وبالتالي ال work conditions بتاعته more stable. ما تنسوش ان شكل ال histogram عادة بيبقى curve كده. To conclude، انا عندي مشكلتين دايما بنتكلم عليهم، وهما مشكلة ال availability ومشكلة ال fluctuation. والسؤال هنا هو what is more important، ايه المشكلة الاهم، او ايه المشكلة اللي I cannot tolerate، او ايه المشكلة اللي لازم لو موجودة احلها واحلها على طول. ايه رأيكم؟ مين يقول لنا؟
مين هيرفع ايده؟ بولا اتفضل. على اليمين اللي على اليمين اللي هي fluctuation يعني. fluctuation. طيب يوسف. هو دكتور السؤال ما سمعتوش كويس، بس ممكن حاجة تقوليه تاني؟ Which is more important؟ عندي مشكلتين، مشكلة ال availability ومشكلة ال fluctuation. دول مشكلتين ممكن يواجهوني، أني مشكلة أهم إنها أحلها. سؤال يا دكتور معاك. ال availability. فولا أنت كنت عايز تقول حاجة؟ انا جبت السؤال ده امبارح، الـ availability اهم، عشان لو مفيش availability مش هيبقى فيه يعني stable work يعني. فانا سألت السؤال ده امبارح وانا جاوبته برضو العكس. العكس بالظبط. availability اهم، عشان الـ availability لو مش موجود resources مش هيبقى فيه enough ان انا اعملها، مش هقدر اعمل اساسا المشروع in this case، مش هقدر اعمل الـ activities اللي فيه الوقت اللي فيه over allocation. فديت ايه مشكلة الـ availability. أما مشكلة الـ fluctuation يقولها هي إن الـ resources أو الـ work environment بتاعي مش كويس. فتاني الـ availability معناها إن أنا الـ activities اللي بتحصل في الـ peak أنا مش هقدر أوفي الـ activities ديت، مش هقدر أديها الـ resources اللي هي محتاجاها، فبالتالي عمرها الـ activities ديت ما هتعرف تبتدي لأنها ما خدتش الـ resources اللي هي محتاجاها، فبالتالي مش هعرف انفذ المشروع بالصوره دي. وعشان كده الـ availability is a more important problem، وديت problem اللي دايما بنحلها في الاول. اما مشكله fluctuation فدي مشكله ايه number two، دي حاجه تانية اللي انا ببتدي احلها بعد ما اتاكد ان انا I'm meeting the availability. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي احاول اخلي الـ resource profile بتاعي smooth كده، ان هو ما يبقاش فيه زيادات ونقصان كتير. ولا عندك سؤال؟ لا انت بس نسيت ارفع، نسيت كنت رافع ايدي بس. وبعديها ابتدينا نتكلم على ال different processes اللي عندي عشان اعمل resource management. ابتدينا بال scheduling عادي، بعد ما عملنا scheduling بنعمل histogram، وبعد كده بشوف ال availability، هل انا عندي resources enough ولا لا. لو عندي resources enough يبقى ما عنديش مشكلة، لو ما عنديش resources enough يبقى أنا عندي مشكلة إيه؟ مشكلة over allocation. بعد ما حليت مشكلة ال over allocation لو موجودة وعندي resources enough، بتنقل لل fluctuation و I check لو أنا عندي high fluctuation ولا لأ. لو عندي high fluctuation يبقى شكل البروفايل ممكن ما يبقاش very accepted يعني، فبالتالي أنا بعيد scheduling تاني، بس المرة دي مع مراعاة fluctuation بتاع الـ resource profile بتاعي. وكده I'm done with the resource management. الـ stages اللي احنا عملناها ديت لما عملت، بعد عملت scheduling برسم زي ما قلنا الـ bar chart، ومنه برسم الـ histogram. لما برسم الـ bar chart بحمل الـ bar chart بالـ الـ resources، وده بنسميه resource loading أو resource allocation. وبعد كده we aggregate، وبجمع الـ resources. I aggregate the resources عشان أجمعها كل يوم عشان أقدر أرسم resource histogram. step اللي بعديها when we check الـ availability، لو عندي over allocation يبقى بعمل إيه؟ بعمل بحل مشكلة resource over allocation بإن أنا بعمل resource scheduling. بعمل scheduling based on the available resources. وبعديها finally آخر stage وهي الـ fluctuation، لما ببقى عايزة الـ profile بتاعي طالع نازل قوي، عايزة أساوي الـ profile بتاعي، فبعمل له leveling بساويه، أو بعمل له بنسميها smoothing إن أنا أخليه smooth، أخليه إيه ما فيهوش طلوع ونزول كتير. وديت الـ different phases of the resource management. ابتدينا نتكلم على إيه هو resource loading and aggregation. في اتكلمنا على ان احنا هنرسم الجانت شارت او البار شارت، وده كان شكل الجانت شارت او البار شارت، وممكن كمان يتضاف عليه ريليشن شيب. وقلنا ايه الادفانتجز وايه الديسادفانتجز بتاعه الجانت شارت، وقد ايه هو سيمبل، قد ايه اقدر اخد معلومات بالنظر بس للجانت شارت بتاعي.
وابتدينا ناخد project a case study وعملنا له CPM calculations، حطينا durations، حسبنا ال early dates ورجعنا بال late dates وكده، عملنا forward و backward passes وحسبنا ال floats و accordingly قدرنا نعرف ال critical path و ايه ال critical activities. خدنا ال project ده و ابتدينا نرسم له ال bar chart. عشان نرسم البار تشارت ابتديت اشوف كل اكتيفيتي في الايرلي بتبتدي امتى وتخلص امتى وارسمها على البار تشارت زي ما احنا شايفين، وبعد كده اعمل نفس الكلام في الليت ارسم بار للليت ديت بتاعه الاكتيفيتي. وشكل البار تشارت ده بيعرفنا الاكتيفيتيز الكريتيكال ايه اللي هي اكتيفيتيز الايرلي والليت بتاعها في نفس الميعاد، والاكتيفيتيز النون كريتيكال ايه اللي هي الاكتيفيتيز اللي early والليد بتاعها مش في نفس الميعاد، وبالتالي عندهم float وقدرنا نشوف شكل float قد ايه على البار تشارت. حد عنده اي سؤال so far؟ تمام ماشي. بعد ما عملنا البار تشارت ابتدينا نقول اوكي انا هاخد البار تشارت ديت وعايزه اعرف ايه الريسورسز اللي عندي، فابتديت احمل على الاكتيفيتيز والريسورسز. الريسورسز هنا بير ويك، فانا عرفت ان اكتيفيتي ايه بتحتاج اسبوعين وبتاخد في الاسبوع الاولاني اتنين وفي الاسبوع التاني اتنين. فعملت ايه؟ ابتديت اخد البار تشارت بتاعتي وليكن البار تشارت ايه البارت بتاع الايرلي بس، وهحمل عليه الريسورسز بتاعتي ودي الليست اوف ريسورسز. فابتديت احط الريسورسز على الايرلي بارز بس، وبعد ما عملت البار تشارت وحملت عليه ريسورسز هبتدي اجمع الريسورسز في كل اسبوع عشان ارسم الهيستوجرام. وده essentially اللي احنا عملناه، ابتدينا نشوف كل activity بتاخد ريسورسز قد ايه وجمعنا الريسورسز كل اسبوع عشان نطلع شكل الريسورس بروفايل ده. الريسورس بروفايل وديت كانت الريسورسز في كل اسبوع اللي محتاجاها في كل اسبوع. بعد كده جمعتها بصورة cumulative عشان أرسم what we call the S curve، وقلنا يعني إيه S curve وليه بيبقى شكله S. حد يقدر يقول لنا بيبقى ليه شكله عادة شبه ال S؟ يقول لنا ليه ال S curve ده متسمي S curve؟ ليه cumulative summation بتاع ال resources بيبقى شكله شبه ال S؟ طيب لو ما حدش هيرفع ايده، طب ليه يعني عشان يبقى شبه الاف معناها ايه؟ معناها ان في الاول بيبقى فلات بعد كده بيقعد يزيد بعد كده بيبقى فلات اكتر. يوسف محمد، هو دكتور حضرتك لما امبارح قلت ان هو لو في الانكسار ده مرة واحدة دي حاجة مش كويسة، فلما يبقى على هيئة S curve دي مش بيبقى أفضل. كويس، هي حاجة بتدي معنى إن ال resources كانت عالية وفجأة قلت تمام، وحصل مش ده الكسرة دي. بس أنا سؤالي كان ال S curve بيبقى شكله إيه؟ ال S curve عادة بيبقى شكله flat شوية في الأول بعد كده يبتدي يزيد بعد كده هيflatten، عشان كده بنسميه بيفلاتن S curve. اس كيرف. ليه بقى هو فلات في الأول وفي الآخر تقريبا؟ ما حضرتك سألت السؤال ده تاني، عشان بيبقى في الأول وفي الآخر كمية الشغل أو كمية الحاجات المطلوبة مش زي في النص، مش زي في نص المشروع. بيبقى في الأول في بلاننج كتير وتخطيط أكتر ولسه في بداية المشروع والستارتنج نفسه. اكتيفيتيز عامة بيبقى عددها أقل والاندنج اكتيفيتيز بتبقى عددها أقل. عادة بالظبط ببتدي المشروع بعدد اكتيفيتيز قليل وبخلصه بعدد اكتيفيتيز قليل، فبالتالي معظم الاكتيفيتيز بتبقى في النص، فبالتالي الريت الأعلى دايما بيبقى في النص، وعشان كده بيبقى شكله it follows the S curve. تمام؟ تمام. هنعمل نفس الكلام عشان نرسم الـ late histogram بتاع الـ force بتاعي، وهرسم الـ bar chart، هرسم الـ late bars، وهحمل على الـ late bars المرة دي بقى الـ labor بتاعي أو الـ resources بتاعتي. ده شكل
resources على ال bar chart، بعد كده هجمعهم برضو اعمل لهم aggregation عشان ارسم ال histogram، احط كل activity بتاخد قد ايه resources واجمعهم واطلع شكل ال histogram، وده هيبقى شكل ال histogram، وده قد ايه resources انا محتاجاها كل يوم او كل سوري اسبوع او كل unit time يعني، وهجمعها cumulatively عشان ارسم ال S curve. وهكذا قدرنا نرسم الهيستوجرام لل early dates و لل late dates، وقلنا إن شكل الهيستوجرام بتاع ال late dates في الكيس ده شكله أحسن من الهيستوجرام بتاع ال early dates، ودول two histograms على بعض، ودولت ال two S curves كمان. طيب بعد ما خلصنا اتكلمنا على resource loading and aggregation، كده طلعنا الهيستوجرام قدرنا نعرف البروفايل بتاعي شكله ايه. فنبتدي نشوف هل البروفايل بتاعي ده فيه مشاكل ولا لا. عشان نشوف فيه مشاكل ولا لا، قلنا اهم مشكلة واول مشكلة بشوفها هي الـ availability، هل عندي over allocation ولا لا. عشان اقرر لو عندي over allocation ولا لا، تعالوا نبص تاني على الـ early والـ late histograms اللي احنا عملناهم، و زي مثلا لو الـ resource limit بتاعي كان 4، ده معناه ان في الـ early عندي resources محتاجاها اكتر من الـ4 دي، فبالتالي عندي مشكلة في الـ resources اللي موجودة في الوقت ده. فـ I'm left with حل واحد اللي هو ان انا اشتغل على الـ late dates. ليه؟ لان ده somehow بين الـ resources او بين الـ activities اللي محتاجة resources كتير بينقلها في الـ late dates بتاعتها، فبالتالي بيبقى ما عنديش مشكلة في الـ availability بتاعت الـ resources. طب what if الـ resource limit كان 3؟ ساعتها both الـ early والـ late ما كانش هينفعوا، ودي مشكلة، يبقى إذا أنا عندي over allocation، وإذا أنا لازم أحل الـ over allocation ده. طيب عشان أحل الـ over allocation قلنا I have two methods. أول method هي traditional method، وهي دي اتكلمنا عليها في المحاضرة اللي فاتت، اللي فيها بشوف شكل الـ resource profile ايه، بشوف فين الوقت اللي فيه resources ازيد من الـ resource limit، وببص ايه الـ activities اللي بتشتغل في الوقت ده اللي non-critical، بمعنى ان انا لو حركتها مش هتأثر على total project duration، وهشوف هل انا اقدر ان انا احرك الـ activities ديت within الـ float بتاعها ولا لأ. لو هقدر يبقى انا حليت مشكلة الايه الـ over allocation، لو مش هقدر يبقى ما حلتهاش، يبقى هبتدي أشوف إيه الـ different methods اللي ممكن نعملها عشان نحل الـ resource over allocation. هوقف recording هنا.